السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود إليكم مجددا أعزائي المتابعين لنكمل معكم الـ second part من محاضرة الـ MRI spectroscopy، وفيها سوف نتطرق إلى تخطيط الفحص وطرق تحديد الأورام مع الفروقات الشائعة، إضافة إلى مناقشة الـ imaging parameters والـ MRS pulse sequences وبعض العقبات التي تواجه هذه التقنية المتقدمة. هناك طريقتين للحصول على معلومات دقيقة عن نشاط وفسيولوجية الورم. فالطريقة الأولى هي السنجل فوكسل سبكتروسكوبي، وفيها يتم استخدام فوكسل واحد ويتم وضعه بدقة على المنطقة المراد دراستها في الورم نفسه، وتتميز بصغر حجم تغطيتها وسرعة سكان تايم واكتساب البيانات، ولكنها لا تتمكن من إعطاء معلومات كافية للأورام المعقدة في التركيب الحيوي. وأما بما يتعلق بالطريقة الثانية فهي المالتي فوكسل سبكتروسكوبي، وفيها يتم استخدام أكثر من فوكسل لتعطي تغطية أكبر وطيف رنيني أشمل من التقنية السابقة، وتتميز بأنها طريقة متقدمة أكثر وتستخدم غالبا للأورام المعقدة، ولكنها تستغرق وقت أطول اللي هو Long Acquisition Time and Temporal Resolution. وهنا نستعرض لكم السنجل والمالتي فوكسل تكنيكس من خلال هذه الفيجرز كما ترون أمامكم. الصورة من الجهة اليسرى توضح لنا تقنية السنجل فوكسل وكيف يتم التخطيط لها على منطقة معينة من الورم، وعلى العكس من ذلك نرى في الجهة اليمنى تقنية المالتي فوكسل وكيف يتم التخطيط لها لتغطي منطقة الورم كاملا مع بعض normal tissues في الجهة الأخرى من البرين. أما في هذا السلايد يوجد جدول يلخص لنا الفروقات بين هاتين التقنيتين، وهي كالتالي: الأولى أسهل وأقل تعقيد من الثانية. ففي الأولى الشيمينج أفضل والكوفريج لأنها متمركزة على منطقة معينة، بينما الثانية تركز على الليجين بأكمله، مما يجعل الشيمينج أقل جودة وتأثير. السيجنال تو نويز ريشيو في الأولى أفضل منه في الثانية، جميعهم يتأثرون بالكيميكال شيفت، ولكن في الأولى التأثير يكون بسبب النيبورينج تيشوز، بينما الثانية بسبب الأدجيسنت فوكسلز. أما بما يتعلق بسكان تايم فإن الأولى تستغرق من 3 إلى 5 دقائق، بينما الثانية تعتمد على نوع الديمنشنز. فلو قمنا بعمل two dimensions فإن الوقت المستغرق يصل إلى 8 دقائق، ولكن عند عمل three dimensions فإن الوقت يصل إلى 15 دقيقة. ننتقل إلى الـ imaging parameters. فأكثر ما يهمنا في spectroscopy هو الـ echo time. فقديما كان الـ long TE مثل الـ 135 ملي سكند كان الأكثر شيوعا وسهولة في الحياة الإكلينيكية، وذلك لقدرته على التفريق بين القيم الثلاث للـ NAA والكولين والكرياتين. وإضافة إلى ذلك فإن الـ Long TE كان لا يتأثر كثيرا بأي نوع من أنواع الارتيفاكتس التي تكون نتيجة للهاردوير. ولقد قام بعض الباحثين والعلماء بتطوير التقنيات لتحليل بيانات السبكتروسكوبي بطريقة أسهل وأسرع وتعطي النتائج أفضل لاستخدام الـ Long TE. فأولها قاموا بتطوير الهاردوير في جهاز الرنين المغناطيسي لكي يتيح لنا الفرصة باستخدام short TE مثل الـ 35 ملي سكند، ونتج عن ذلك أفضل تشخيص للميتابوليتس وأفضل معدل للسيجنال تو نويز ريشيو مقارنة باللونج TE. هنا نتعرف على أشهر البول سيكونسز للـ MRI سبكتروسكوبي التي توفرها أغلب شركات الرنين المغناطيسي. أولها الـ PRESS which stands for Point Resolved Spectroscopy، والثانية التي تعرف بـ STEAM which stands for Stimulated Echo Acquisition Mode. أما السيكونس الثالث فهو الـ ISIS which stands for Image Selected Envo Spectroscopy. وكل هذه السيكونسات مرتبة بطريقة مبنية على كمية الـ RF Pulses وتنظيم الـ Gradient Pulses لدراسة الميتابوليتس، كل على حسب الـ Interaction. فمن المعروف لدى البعض بأن الـ ISIS sequence مبني تماما على دورة كاملة مكونة من 8 acquisitions، ولا بد من إضافتها وطرحها بطريقة دقيقة للحصول على single voxels. ولكن من أهم هذه العيوب في الـ ISIS هو أنه more susceptible to motion مقارنة بالـ PRESS and STEAM.
وفي هذه الشريحة أهم ما نريد معرفته عن البولس سيكونسز الشائعة في تقنية سبكتروسكوبي ألا وهم ستيم أند بريس، أنهم لا يتطلبون الأديشن أو سبتراكشن كما هو الحال مع الأيسي سيكونس. وأما بما يتعلق بكيفية عملهم فسوف نبدأ بالبريس. في هذا السيكونس يتم توظيف 190 excitation pulse and 2180 excitation pulses، مما يعطينا إشارة تم اكتسابها عن طريق spin echo forms، ومما يجعل البريس يتميز على ستيم أنه يساعد على الحصول على SNR أفضل، وذلك بسبب السماح للسيجنال بالفول ريكفري. أما هنا نتطرق للنوع الثالث من السبكتروسكوبي Pulse Sequence ألا وهو STEAM، وفيه يتم توظيف 390 degree excitation pulses، مما يسمح لنا بالحصول على shorter echo time مقارنة بالبريس للتعويض عن قلة مستوى الـ SNR والحصول على معدل bandwidth أفضل للتحكم بكمية الـ RF pulses والترانسميتنس. نأتي سويا للتعرف على الطرق المثلى لعمل الـ MRS Planning. فأخصائي الرنين يجب أن يختار المنطقة الصحيحة، وربما يحتاج للتحكم بعوامل الفحص وتغييرها بطريقة تتناسب مع متطلبات الفحص. فمن الواجب اختيار أدق منطقة في الورم وابتعاد عن مناطق الورم التي يتمركز فيها الـ Bleeding or الـ Calcifications. وأيضا من الأهمية اختيار جزء يتمتع بالcellular activities أكثر من أجزاء يتواجد بها، مثلا النيكروتيك سبوتس. وآخر نقطة نود مناقشتها في هذا الجزء هي الـ clinical limitations of MRS and improvement of SNR. فكما يعلم البعض بأن فحوصات السبكتروسكوبي تعتمد اعتماد كلي على احترافية الأخصائي ووضع الفوكسل بدقة، تساعد على تخطي جميع الأخطاء التي ربما تحصل أثناء الفحص. أيضا يجب على الطبيب القارئ أن يكون ملم بجميع ما يخص البيوكيميكال ميتابوليتس and their complicated diagnoses. وأما بما يخص الارتفاكت فإن حدوثها أثناء diagnosing smaller lesions مسألة شائعة، وأخص partial volume averaging artifacts الذي يؤثر على دقة التفاصيل والقيم المعطاة في spectrum. الحديد والمعادن الموجودة في البيزل جانجليا أحيانا تنتج منها signal void بسبب الميتاليك susceptibility، مما يؤثر على جودة spectrum. ومن جهة أخرى عندما يكون هناك ورم قريب جدا من منطقة السكالب فإن السيجنال تتأثر بسبب تكثف عنصر الليبيد، ولكن بالإمكان التغلب على الليبيدز بمجرد استخدام الفات سوبريشن تكنيكس. وآخر الليميتيشن والتحديات هو ضعف الـ SNR في الكلينيكال براكتس، مما ينتج لنا some interpretation pitfalls. وهذا الضعف يعتمد على طريقة وسرعة اكتساب البيانات أثناء الفحص وعدم تحديد scanning parameters المناسبة. وفي آخر سلايد لهذا البارت نناقش كيفية رفع مستوى جودة الإشارة في الـ MRS. ففي الـ Press Pulse Sequences ضبط الـ TR والـ TE بقيم متساوية يحسن الإشارة بالضعف مقارنة بالـ Steam Pulse Sequence. أيضا زيادة قوة الحقل المغناطيسي للضعف تزيد من قوة الإشارة بما يعادل 50%، بالإضافة إلى استخدام كويل صغيرة الحجم وتتمتع بماكسيمم نمبر أوف إليمنتس أيضا يساعدنا على الحصول على إشارة أفضل مقارنة باللارج كويلز.